السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم بحفلنا المتواضع مع أطفالنا الأعزاء بهذا الحفل الجميل. نتمنى أن تستمتعوا بهذا الحفل، وأشكر الجميع على حضور الحفل ولجهودكم المبذولة. والآن أتمنى من الجميع الالتزام بوضع الميوت قبل البدء في عرض الفيديو اللي فيه طبعا مشاركات الطلاب وفيه جميع الأعمال اللي قاموا فيها الطلاب في حفل التخرج، وكل عام وأنتم بخير. الآن نبدأ إن شاء الله بعرض الفيديو اللي بتحدث عن حفل تخريج الكيجي. الأمانة الكبرى، الحمد لله، الحمد لله.
نتمنى أن يكون مستقبلنا بالكثير من التفوق والإنجازات لنا ومجتمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ليلى سرامي KG2A مدرسة الإسراء خاصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الله أكبر الفخر أكبر الفخر. الله يكبر الفخر يكبر في عيون البشر. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل أب وأم ينتظران معنا لحظة تخرج أطفالهما من صف الروضة لمدرسة الإسراء الخاصة. لقد أخبرت الجميع أنه سيكون هناك قوس قزح في السماء اليوم ليكون أطفالنا قد وضعوا أول خطوة في سلم النجاح. فراشات تتناغم معهم الكلمات مزدانة بعبارات التهنئة والتبريك. لكم النجاح والتقدم أطفالنا الأحبة، ولأمهاتكم ومعلماتكم كل الشكر والتقدير. بشرى محمد بدر الدين، نائب مدير مدرسة الإسراء الخاصة. فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا. فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا. الدنيا نجاح الدنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا. الدنيا نجاح الدنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا. الطلاب والطالبات الحلوين
ألف مبروك تخرجكم من الروضة وانتقالكم لمرحلة جديدة إن شاء الله السنة الجاي. إن شاء الله عقبال ما نحتفل بتخرجكم من الجامعة ونفرح فيكم. كنتوا كتير شاطرين هالسنة وكنتوا كتير متميزين. باسمي واسم أولياء أمور طلاب الكيجي بحب أتوجه برسالة شكر لمدرسة الإسراء على اهتمامها بأولادنا، وطبعا الشكر الأكبر لمعلماتنا المتميزات والحنونين جدا واللي كرسوا وقتهم وجهدهم ليعلموا أولادنا بكل أمانة وصدق، مس لينا ومس إسراء الرائعات وطبعا مس نهال. وما بننسى الجنود المجهولين ورا الشاشات من مشرفين وإداريين. طبعا أنا والدة الطالبة لين نائل أبو سلطان، فرحتي ما بنوصف بها اليوم. لين حبيبتي إن شاء الله ألف مبروك التخرج، وربي يفرحني فيكي وبشوفك بأعلى المراتب يا رب. ماما وبابا فخورين فيك كتير كتير، انتي بنت ذكية وشاطرة ومتميزة، ضلي هيك على طول يا ماما. إن شاء الله ألف مبروك التخرج. شكرا. شكرا لكم من شغاف القلب نشكركم، معلمينا فأنتم خير ما فيها، معلمينا فأنتم خير ما فيها. سنذكر الدرس لن ننسى مآثركم، ونصب عيوننا دوما سنبقيها، ونصب عيوننا دوما سنبقيها. شكرا لكم، شكرا لكم من شغاف القلب نشكركم، من شغاف القلب نشكركم. معلمينا فأنتم خير ما فيها، معلمينا فأنتم خير ما فيها. سنذكر الدرس لن ننسى مآثركم، ونصب عيوننا دوما سنبقيها، ونصب عيوننا دوما سنبقيها. شكرا لكم من شغاف القلب نشكركم، شكرا لكم من شغاف القلب نشكركم. معلمينا فأنتم خير ما فيها، معلمينا فأنتم خير ما فيها. سنذكر الدرس لن ننسى. ايه ونجحنا، اخيرا نجحنا، تقريبا نجحنا. طلوا الخريجين يا محلى الطلي، طلوا الخريجين، هي هي هي. علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد. شكرا مكلة الدراسة معلمة.
فاتك مثلينا مثلك مثل هذا. أغني طلاب الكيجي بالتخرج. مع السلامة، بحبكم. Hello, I am Selma in KG2. I love my teacher and my school. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطفل محمد نبيل الفرة. شكرا مس لينا ومس إسراء ومس نيال عشانكم درستوني وتعبتوا. أنا بحبكم كتير. باي. يا محلى الطلة يا طلة الخريجين، علوا الزغاريد وحموا لي الكف وعلوا الزغاريد. فقلت لا تولي وبين اللؤلؤ
وفدية سقوني قهوة كالعسل، شمت غرير في أسكنين القنفل، لوسط بستان الحلي زهر والشهور، والعود دن دن دالي وطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي، وسقف سق سق سقلي ورقص قد طاب إلى الشمع، شوى شوى وشاهي شو على ورقص برجري، وغرد القمر يصيح مللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار نزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترد جملي في السوق بالقنقلي، والكل كعكع شيكا خفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العرنجلي، من خشية العقنقلي، إلى لقائي ملك معظم مبجلي، يأمرني بخلعة حمراء كالدمدملي، أدور بها ماشيا مبغدة للدين، أنا الأجيب الألمعي من حي أنظر موصلي، نظمت قصعة سخفت يعجز عنها الأدبلي، تقول في مطلعها صوت صفية البلبلي. My bike. Dance to the tune. Look out, there's a moon. We are healthy soon. Hands to the shoulders, knees and toes, knees and toes. Hands to the shoulders, knees and toes, knees and toes. يرحل ويستعد لإغلاق الأبواب وراء أيام مضت، مضت بكل ما فيها من جد واجتهاد، حصدنا خلال ساعاتها أجمل المعارف، وقطفنا في أيامها أنفع العلوم، تحوم الفراشات وتتناغم الكلمات مزدانة بعبارات التهنئة والتبريك على هذه الخطوة التي أنجزتموها في دروب الحياة. تهنئة من القلب لصغار الأعزاء، وأتمنى من الله أن يحفظكم ويحميكم من كل شر، وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح في الحياة العلمية. معلمتكم التي تحبكم لينا زياد. Warm wishes on graduation to my students who have worked very hard to make this graduation a great success for them and also for their teachers. Congratulations on graduating. May you achieve many more goals in your life and inspire others around you. Thank you, your teacher, Nihal Muhammad. عام دراسي مضى بحلوه ومره، مضى بظروفه الاستثنائية والصعبة، شيئا ما عن بقية الأعوام، ورغم كل هذه الظروف تخرجنا وزرعنا بسمة أمل على وجوه أطفالنا،
كل عام والنجاح حليفكم يا أطفالي، كل عام وأنتم أجمل الخريجين، أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح. معلمتكم المحبة لكم إسراء خالد عزام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. حضوركم أثلج صدورنا بالسرور، ومناسبة حلوة نقطف فيها ثمار بذور جميلة زرعناها على هذا الأمل. شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل، للأستاذة حياة عبد الله مالكة المدرسة التشجيع الدائم، وهي سعيدة بهذا الحفل الجميل. شكرا لكل المعلمات، الأستاذة نهال محمد، الأستاذة لينا زياد، والأستاذة إسراء خالد. تلك الجهود والمتابعة الدائمة لأطفالنا وأولادنا الأحبة. شكرا للأستاذة مناهل سفيان، اللمسات الجميلة التي أمتعتنا جميعا في هذا الإخراج والإشراف لنجاح هذا الحفل وهذا الفيديو الرائع. شكرا لكم أولياء الأمور، بكم يكتمل نجاحنا وفرحنا، والشكر لكل من كان له بصمة جميلة. مبروك أحبتنا، ما شاء الله عليكم، رعاكم الله، نودعكم على أمل اللقاء بكم في السنوات القادمة. شكرا شكرا شكرا. بشرى محمد بدر الدين كانت معكم، شكرا. بس لينا حدا بيحب يحكي كلمة من أولياء الأمور، هيك كلمة سريعة؟ طبعا اللي حابب يتفضل من أولياء الأمور حابب يحكي كلمة، معنا 10 دقائق مفتوحة لأولياء الأمور، بس يا ريت حد اللي حابب يحكي بس يرفع اليد. يا نعم، رايز الهاند أكيد. لو سمحتوا تفضلي أم رسل. تفضلي أم رسل. السلام عليكم. تفضل حبيبتي. سلام وبركاته. أشكر مدرسة الإسراء جزيل الشكر والعرفان على الاهتمام بالطلاب بالأسلوبهم الحلو الممتع باستماعهم لأولياء الأمور. بشكر جميع المعلمات، مثلينا مس إسراء مس نهال، جهودكم جدا جدا مشكورة. أشكركم أشكركم أشكركم، ولكم جزيل الشكر والعرفان، ولمدرسة الإسراء الإدارة وجميع الأمهات، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. تفضلي أم سلمى. السلام عليكم. بحب أشكر مدرسة الإسراء كامل الكادر طبعا، ومعلمات مدرسة الإسراء ما شاء الله عليكم ما قصرتوا، عن جد تغلبتوا هاي السنة كثير مع طلابنا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك حبيبتي، كل عام وانتم بخير. تفضلي أم ياسر. ياسر بو نصر. السلام عليكم ميس. حابة أنه أشكر كل اللي في المدرسة الإسراء، ومن مدير وكل شيء، وأنتوا يا ميس كنتوا سويتوا مجهود كتير مع الطلاب، ونشكركم كتير والله. أنه الحمد لله أطفالنا طلعوا من مستوى لمستوى أحسن، ويعني اختيارنا لمدرسة الإسراء كان اختيار في محله وأحسن اختيار. شكرا لكم كل طاقم مدرسة الإسراء، شكرا لكم كتير كتير، وكل عام وأنتم بخير. سلام حبيبتي وأنت بخير. تفضلي أم حمزة. السلام عليكم مسلينا، كيفك؟ بحب أشكر مدرسة الإسراء كاملة، وبحب أشكرك أنت شكر خاص مس إسراء مس نهال. شكرا لكم كثير لتعبكم معنا وعلى جهودكم، يعطيكم الله العافية. الله يعافيك. شكرا حبيبي، شكرا. تفضلي أم مريم ناصر. السلام عليكم. وعليكم كل سنة وأنتم طيبين، ألف مبروك التخرج للطلاب، وبشكر كثير تيم المدرسة، وبشكر مس لينا الله يجزيها الخير، ومس إسراء ومس نهال الله يجزيكم الخير إن شاء الله على تعبكم وجهودكم، الله يحفظكم الصحة والعافية يا رب العالمين. الله يخليك، شكرا لك. في حد حابب يشارك كمان؟ يا عامر، يا عمار، عمار عمار عامر تفضلي. أنا حتى لو طالب حابين كمان أهلا وسهلا فيهم معنا، وقت بعد شوي نسمعهم. تمام. تفضلي أم عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أحب أشكر الكادر إجمالاً مدرسة الإسراء، والله يعطيهم ألف خير يا رب، وأشكر المعلمات مثلينا وإسراء ونهال على الإعطاء المميز والجميل. فعلاً بفضلكم عمار الحمد لله يعني تقوى بالأحرف بالكلمات بالقراءة رياضيات إنجليز إجمالاً كله. بحب أشكركم إن شاء الله بميزان حسنات الجميع يا رب، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير وأنت بخير. تسلمي حبيبتي، شكرا، يعطيك العافية. شكرا شكرا وعمار حبيبتي. في حد حابب كمان يشارك معنا؟ وين أطفالنا الأعزاء؟ حد عنده كلمة هيك أونلاين قلنا ياها؟ ها أم حمزة حابة تشاركي؟ أم حمزة شكرا يا مستر، بس خلينا نسمع أم حمزة حبيبي. تفضلي أم حمزة. حمزة تفضلي. حمزة حبيبي. أشكر معلماتي، بحب مسك مسلينا مس إسراء ومس مسل نهال. إحنا بنحبك كمان وبنحبكم جميعا. أنا بحبك مسلينا وبحبك مس إسراء وبحبك مس كل النساء. شكرا لك يا حمزة حبيبي. برافو. شكرا. في حد حابب كمان يشارك؟ تفضلي رسول حبيبتي. رسول رسول كأنا. احبك وسلاء، احبك نسيهان. عام انت بخير. بخير حبيبتي، الله يسعدك، شكرا كثير لك رسول. عمار عامر تفضل حبيبي. بحبك مس لينا ومس إسراء مس نهال كثيرا. شكرا لك حبيبي، وإحنا منحبك ومنحبكم جميعا. السلام عليكم. مرحبا. شكرا. محمد نبيل الفرة تفضل. مرحبا مس لينا، مرحبا بالجميع، معاكم أم محمد الفرة. أهلا وسهلا حبيبتي. بحب أشكركم، بحب أشكركم، بحب أشكر الإدارة مس بشرة مس حياة، بحب أشكركم مس لينا مس نهال مس بجد ما شاء الله عطاء متميز طول العام. ما شاء الله أفرق مع ابني محمد، أفرق كتير مع الأولاد كلهم، ربنا يسعدكم يبارك مجهودكم، وإن شاء الله يا رب نلتقي السنة الجاية. طبعا أنا بتمنى إنك مس لينا مس إسراء مس نهال وتعطوا ابني السنة الجاية، بس طبعا أكيد حسب كيف الإدارة وكيف الإدارة يعني وكيف ترتيبها للجداول. ربنا يوفقكم ويسعدكم ونشوفكم دائما على خير وما نسمع عنكم إلا كل خير، يعطيكم ألف عافية. شكرا للأمهات، شكرا للجميع. شكرا للمداخلة الجميلة، وهذا وسام نحطه على صدرنا يا حبيبة قلبي. حبيبة قلبي بشرة، أنا بتمنى محمد كمان يكون معي على أساس بصمته المعتادة، بحبك مس إسراء، بحبك مس لينا، بحبك مس نهال، بس هو مش موجود، هو بيلعب. ما شاء الله وجهودكم، ما شاء الله مجهودكم كانت واضحة، وفعلا جهود المعلمات ما شاء الله عليهم ما قصروا، سواء كان أونلاين من خلال العرض من خلال المدرسة أو من خلال التعليم المباشر، ما شاء الله عليهم بكل القواعد الاحترازية اللي كانت بكل الجهد. فعلا نرفع لهم القبعة لجهودهم الواضحة تماما خلال عام دراسي كامل بكل صعوباته، وأكيد أكيد بجهودكم، أكيد بجهودكم بتعاونكم. شكراً لك مس بشرة كتير، وشكراً لأمنا محمد الفرة، جزاكم الله خيراً، شكراً على الكلام الحلو، يعطيكم العافية. في حد حابب كمان شاركنا؟ ليل. مريم تفضلي يا مريم. تفضلي مريم حبيبتي. أحبك يا مسلينا. شكرا يا مريم. أنا أحب القرآن، أبقى أقرأ لك سورة القدر. حابة تقرأي القرآن؟ نعم. حابة تقرأي القرآن؟ تفضلي حبيبتي مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جزاك الله خيرا حبيبتي، بارك الله فيك وجعلك الله قرة عين والديك سلمتي. شكرا حبيبتي. من حابب مصطفى؟ تفضل حبيبي مصطفى، حابب تشاركنا مصطفى؟ نعم تفضل حبيبي. شكرا مس إسراء وشكرا مس نهال وشكرا مس لينا درستوني، وشكرا مدرسة إسراء السنة الثانية إن شاء الله تدرسوني كمان إن شاء الله حبيبي. تفضلي مس بشرى. حد حابب يشارك بعد مس لينا؟ معنا 3 دقائق إن شاء الله. الريم حبيبتي تفضلي. الريم ايوه، سواء طالب أو ولي أمر أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي الريم. أنا الريم، محبك مس لينا وبحبك مس إسراء ومس نهال. شكرا. شكرا لك يا ريم حبيبتي. مس أنا بحبكم كتير. سلمى لين، لين حبيبتي لين. لين نعم تفضلي لين. نعم نعم لينا اللي تفضلي حبيبتي. أميرة يا مس. نعم أنا حابب كتير، حبكم أنتو كل بلا مساتي. شكرا يا لين، بارك الله فيك. شكرا حبيبتي ما شاء الله. شكرا حبيبتي لين. شكرا مس. أنا ميرا. تفضلي ميرا حبيبتي. مس أنا بشكركم كتير وبحبكم بشكركم كتير وبحبكم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبتي، واحنا بنشكرك كتير وبنحبك كمان. في حد حابب يشاركنا؟ سلمى تفضلي حبيبتي. بحب مس لينا ومس إسراء ومس نهال، بشكركم كتير وبحبكم كتير. تسلمي يا سلمى، شكرا حبيبتي واحنا بنحبك ونحبكم جميعا. في حد حابب يشاركنا؟ لا انا مس. مس سيف. سيف انا مس. مين؟ انا سيف. سيف تفضل حبيبي. سيف يلا يا سيف. شكرا لمس لينا، شكرا لسراء، شكرا لكل المسات، احبكم. شكرا لكم انكم نجحتوني. شكرا لكل مسات. شكرا لك انت يا مس لينا، انت احلى مس في العالم. شكرا لك يا سيف، جزاك الله خيرا حبيبي. مس انا عمار احكي. تفضل حبيبي عمار، تفضل شاركنا. تفضل مس دارسين الجنة الساية. إن شاء الله إن شاء الله. مس دارسين الجنة الجاية. إن شاء الله. شكرا في الظروف إن شاء الله. وأنا بحبكم جميعا. مس إسراء. مس نهال. بحبكم كثير. شكرا يا ياسر، وإحنا بنحبك كمان. جزاكم الله خيرا جميعا. شكرا حبيبي. شكرا وبارك الله فيكم جميعا. أشوفنا. في حد حابب يشاركنا؟ بحالك ميس. بحالك ميس. محمد نبيل تفضل حبيبي. الحمد لله بخير، تفضل. أنا كثير بحبك. وأنا بحبك كمان وبحبكم جميعا. يعطيكم العافية مستاتي. أشكركم كثير. شكرا لك حبيبي محمد. شكرا وإحنا بنحبكم جميعا. ومس لين ومس إسراء ومس نهال.
حبيبي شكرا يا محمد، شكرا حبيبي. اذا حابه مثل اسراء ومثل نهال شارك الطلاب، اذا حابه مثل اسراء ومثل نهال يشاركوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك مس بشرى؟ شكرا كثير لك حبيبتي، ما شاء الله دعمك لينا يعني كل فضل جهود حضرتك ما شاء الله عليكي. شكرا جدا لاولياء الامور اللي دعمونا طول السنه وفتره التعليم عن بعد، شكرا لكم كثير كثير. شكرا شكرا حبايبي طلاب الكي جي. شكرا يا مس نهال، شكرا لكل جهودكم لبصماتكم الحلوه، ونتمنى التوفيق والتيسير الامور للجميع ان شاء الله وتعالى. شكرا حبيبتي مس بشرى، شكرا لكم والله كثير، شكرا ان شاء الله عليكم. شكرا 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 يا مس نهال. شكرا حبيبك مس نهال. حبيبي محمد I love you. السلام عليكم. أهلا يا مستر. عليكم السلام. طبعا في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لإدارة مدرسة الإسراء الخاصة على دعمهم الدائم معنا، كذلك أود شكر أولياء الأمور الكرام، وأتمنى لطلابي الصغار جميعهم دوام التقدم والنجاح، لقد كنتم نعمة الطلاب وكنتم أجمل طلاب في الروضة، أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح يا صغاري، وإن شاء الله منها لأعلى بإذن الله عز وجل. أنا أحبكم كثيرا، شكرا لكم. شكرا إسراء. شكرا لك مس اسراء، وشكرا للجميع، شكرا لجميع الطلاب، وشكرا للاداره لاداره المدرسه، وشكرا للجهود الرائعه، شكرا لمس بشرى وقفتك القويه معنا ما شاء الله عليكي، شكرا لجهودك، شكرا لاسلوبك الرائع في التعامل معنا، شكرا لمس حياه، وشكرا لجميع اولياء الامور، وشكرا لحضوركم الحفل، وان شاء الله يا رب يكون الحفل قد نال إعجابكم وجزاكم الله خير، وشكرا لجميع أطفالي، وإن شاء الله أتمنى لكم مستقبل باهر ومن هاكم. وأنا بحبك حبيبتي وبحبكم جميعا، وإن شاء الله بنسمع عنكم أخبار دائما جميلة، وإن شاء الله دائما بتكونوا بأعلى المراتب والمراكز إن شاء الله حبايبي. إن شاء الله. أنا بشكرهم على التزامهم بالوقت، التزامهم بال بالمشاركة المنتظمة اللي كانت، أتلجونا وسعدنا بالكلمات الحلوة اللي خبرونا عنها واللي حكوها. شكرا مس لينا، شكرا مس نهال، شكرا مس إسراء، شكرا لكل ولي أمر متواجد معنا. بتمنى إن شاء الله تعالى نلقاكم دائما على الحب وعلى الفرح وعلى السعادة، ونستمع بالمدرسة بظل هالدولة الرائعة، دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة الغالية على قلوبنا جميعا. أي نجاح احنا بنحققه جزء من الشيء الرائع اللي عم بتقدمه لنا خلال مراحل التعليم، سواء كانت بشكل مباشر داخل سور المدرسة أو بشكل أونلاين من خلال عبر برنامج التيمز. بشكر الأهالي التزامهم بالحضور بالمشاركة بالجهد خلال عام دراسي كامل. شكرا يا مس لينا، شكرا مرة ثانية مس إسراء، شكرا يا مس نهال، شكرا للجندي المختفي مس الصوت راح مس بشرى. مس بشرى في مشكلة بالصوت طبعا، وأنا حابة كمان أتشكر مس مناهل على طبعا الجهود الرائعة في تجهيز هذا الشغل الرائع، طبعا الفيديوهات وهاي الشغلات اللي اندمجت جميعها، شكرا لك مس مناهل وجزاك الله خير، وشكرا لجهودك حبيبتي. شكرا، يعطيكم ألف عافية. بيقدروا الطلبة يطلعوا مس لينا، نوعد الأهالي بالتسجيل حيكون كامل إن شاء الله، بس بعد ما نشوفه بإذن الله لو في أي مشكلة انقطاع أو أي شيء نحاول نتلافاها ونرسل لهم إياه مسجل كامل إن شاء الله. تمام. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا جميعا.
رجاء الخروج من الاجتماع، مغادرة.